خلينا نكمل كده بسرعة، خلينا نكمل كده واجرب لك موضوع البروفايلز اللي كنت بقول لك عليه ده. هعمل اتنين بروفايل، واحد فيهم شغال ستاتيك اي بي ادرس، والتاني شغال فيهم دايناميك اي بي من الدي اتش سي بي، خلاص وهجرب وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل. تمام كده، هقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو الاول عندي. اخر حاجه كنت عملتها انا كنت مسحت مين، ها كنت مسحت البروفايل اللي موجود عندي اللي اسمه هوم. تعالى كده هقول له ان ام سي ال اي كونكشن اد التايب بتاعه ايثرنت يا سيدي، ايه كمان الكونكشن نيم او البروفايل نيم هسميه الاولاني ورك وهخليه ستاتيك اي بي، والتاني هخليه هوم وهخليه دايناميك اي بي. خلاص اوتو كونكت الورك ده لا خليه بنو، مش كده؟ ايه كمان الانترفيس نيم مربوط بانهي انترفيس، بالانترفيس اللي اسمه اي ان 0167777 36. ايه كمان الاي بي 4، وخلي بالك لو انت بتحط اي بي ها مع الكوماند اللي اسمه اد هتلاقي اسمه اي بي 4، لو انت بتحط اي بي مع مين، لو انت بتحط اي بي مع موديفاي هتلاقي اسمه اي بي في 4 دوت ادرس، فما تخلطش بين الاثنين. يعني لو انت وانت في امر واحد بتضيف الكونكشن وعايز تحط له اي بي كلها في نفس الخطوه هتلاقي اسم البارامتر اي بي 4. تمام كده عشان ما تتلخبطش بينهم، انما لو انت كنت عملت الكونكشن وبتعمله موديفاي هتلاقي اسمها ها اي بي في 4 دوت ادرس. فهدي له كده الكونكشن بتاعك وليكن 192.168.101. المره دي خليه لي كده 120، خلاص على 24. بعد كده هقول له الجيت واي 4 بتاعك 192.168.101.2، خلاص ان ام سي ال اي كونكشن شو. بص لي كده المره دي لاني قلت له اوتو كونكت بنو، فبص كده البروفايل موجود بس هل في اي ديفايس اب، هل في اي ديفايس شغاله معاه؟ بص شايف ايه اللي ظهر، معنى كده ان البروفايل ده مش ايه ها، معنى كده البروفايل ده مش اكتيفيتد، البروفايل ده لسه مش اكتيفيتد. تمام كده خلاص، طيب كلام جميل حلو جدا. بالمناسبه انا عملت الكونكشن اهو، انا عملت الكونكشن، ممكن في اي لحظه لو عايز تعمل له فيريفاي كده قول له شو وادي له اسم الكونكشن. لو عايز تعمل فيريفاي للكونكشن ده بالسيتنجز بتاعته ها قول له شو وادي له اسم الكونكشن، هيعرضه لك كله بالكامل اهو. ادي الكونكشن بتاعي خلاص، هتلاقي الاي بي في 4 دوت ميثود ايه ها مانيوال، خلاص كده ماشي. كونكشن اوتو كونكت بايه بنو، خليك فاكر الحكايه دي. طيب بص كده وانا بضيفه ما ضفتلوش مين يا عم، الاي بي في 4 دوت دي ان اس. فانت ممكن تيجي هنا كده الاي بي في 4 دوت دي ان اس عندك ايه، لسه فاضي اهو مفيش فيه حاجه. طيب تعالى هنا كده يا عم، ممكن اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي هوم، انا كنت عامل ايه ورك، ورك، هقول له كده اي بي في 4 دوت دي ان اس خليه لي اربع تمانيات بتاع جوجل، خلاص كده ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو لسه لحد دلوقتي مش اب. ممكن اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن اب لورك ده، ان ام سي ال اي كونكشن شو هل بقى مربوط مع انترفيس معين، هل البروفايل ده بقى اكتيفيتد على انترفيس معين اهو بقى اكتيفيتد اهو بقى شغال خلاص. طيب تعال اعمل بروفايل تاني واخليه دي اتش سي بي، ان ام سي ال اي كونكشن اد، هعمل بروفايل تاني هسميه هوم، هاد معلش عندك كونكشن نيم اسمه هوم خلاص. اوتو كونكت
بي اس، والانترفيس نيم اللي مربوط بيه برضو اسمه اي ان اي ان 0164736 بس. لا قلت لك لو ما حددتلوش تايب اوتوماتيك بيروح لمين؟ بيروح لايثرنت خلاص. بس لما جيت عملت كده المره دي ايه؟ قال لي ايه؟ ما حددتش التايب. فانت المفروض تيجي هنا كده وتقول له برضو التايب بتاعك مين؟ ايثرنت خلاص. طيب كلام جميل. شو كده الكونكشن بقى عندي بروفايل تاني، بس البروفايل التاني ده مش ابلايد. لو جيت اقول له كده اي بي ادرس شو، بص الاي بي بتاع اللي متاخد دلوقتي كام؟ الاي بي اللي متاخد بتاعي كام دلوقتي؟ 120. تعالى كده اقول له ان ام سي ال اي كونكشن اب للكونكشن اللي اسمه هوم، ان ام سي ال اي كونكشن شو. بص ايه اللي حصل لما عملت اكتيفيت لهوم اوتوماتيك من غير ما تتكلم، راح رايح عامل دي اكتيفيت لمين؟ لورك. وده اللي قلت لك عليه، ان ما ينفعش عندك ها اتنين بروفايلز يكونوا اكتيف في نفس اللحظه. خليك فاكر الحكايه دي، شوف من غير اي تدخل منك ماشي كده. طيب كلام جميل. لو جيت اقول له كده اي بي ادرس شو، الاي بي ادرس مع ده ايه اللي حصل له؟ بقى 104. طب هو جاب ال 104 ده منين؟ جاب ال 104 ده منين؟ جابه من الدي اتش سي بي خلاص كده. طيب كلام جميل. ان ام سي ال اي كونكشن شو كده. الكونكشن اللي كان اسمه هوم اهو. بص لي ده بيجيب منين يا عم؟ شيفت وبيج اب عشان اوريك. اي بي في 4 لا تطلع فوق فوق سنة كمان. اهو اي بي في 4 دوت ميثود ايه؟ اوتو. اوتو معناها من الدي اتش سي بي. اوتو معناها من الدي اتش سي بي خلاص. طيب كلام جميل. يبقى اتعلمت النهارده تاد كونكشن، تموديفاي كونكشن، تديليت كونكشن. طيب ان ام سي ال اي كونكشن اديت. كونكشن اديت ده بيسمح لك تعمل ايه؟ هختار الكونكشن كده، هاديت ورك. كونكشن اديت حاجه كده الهيلب بتاعه، نشوف ايه اللي فيه. حلو قوي. بص لي كده بيقول لك ان اديت ده بيغير التايب بتاع مين؟ ها بيغير التايب بتاع الكونكشن. يعني لو انت كنت غلطت كده، لو انت كنت غلطت والكونكشن اللي اسمه ورك ده مربوط بالواي فاي كونكشن خلاص ماشي، وعايز تغير الكلام دون وتقول له لا لا خليهولي ايثرنت، فهتستخدم مين يا عم؟ ان ام سي ال اي كونكشن اديت. اهو ان ام سي ال اي كونكشن اديت، الكونكشن نيم بتاعك اللي اسمه وليكن ورك، التايب بتاع دلوقتي خليهولي اهو، دي كل التايبس اللي عندك. واي فاي بيقول لك انت ممكن تقلت الكونكشن دي للواي فاي. بالمناسبة الواي فاي، الواي فاي تحديدا، الواي فاي ده تحديدا في حاجه بس لازم اقول لك عليها. الواي فاي غالبا معظم الشبكات بتعمل اوثنتيكيشن. الواي فاي معظم الشبكات في منه واي فاي اوبن، في منه واي فاي مع حاجه اسمها دبليو اي بي، في حاجه اسمها دبليو بي اي، في حاجه اسمها دبليو بي اي 2،
في حاجه اسمها WPA2 انتربرايز، وفي حاجه اسمها الدوت 1 اكس اوثنتيكيشن. خلاص، والدوت 1 اكس ده بقى يعني مع كميه طرق، زي مثلا في الايب وفي البيب وفي الايب فاست، دول ثلاثه لوحدهم مع الدوت 1 اكس اوثنتيكيشن ده. خلاص، ايه يا عم اللي انت عمال تقوله؟ انا عارف ان انا بقول حاجات شبه انكريبتد بالنسبه لكم. خلاص، ايه اللي انا بقوله دون؟ اللي انا بقوله ده، انت بتكونكت مع الواي فاي في اكتر من طريقه عشان تاوثنتيكيت اليوزر. خلاص، مثلا الدبليو اي بي، ودي اسهلهم، ودي مش اسهلهم، دي قذره جدا، سهل جدا تعمل لها كراك. خلاص، الدبليو اي بي ده مش سكيور اطلاقا، ما ينفعش تستخدمها. ماشي، لا، الدبليو بي اس اقوى شويه من الدبليو اي بي. الدبليو اي بي اسهلهم بدون منازع، مفيش كلام على كده. الدبليو بي اي كان التطور الطبيعي كده ما بين الدبليو اي بي والدبليو بي اي 2. خلاص، الدبليو بي اي بدا يزود السكيورتي شويه. خلاص، الدبليو بي اي 2 لحد دلوقتي قويه جدا، ضعفها بس بيكون ضعف الكي نفسه، يعني واحد اختار باسورد 1 2 3 4 5 6، لكن كبروتوكول قوي جدا، صعب ان حد ياتاك عليه كبروتوكول. لحد النهارده ما حصلش فيه مشكله. ال WPA2، ال WPA2 انتربرايز بقى بيستخدم ال WPA2 العاديه، بس بيأوثنتيكيت من يوزر نيم وباسورد، مش شيرد باسورد. بكل بساطه الباسورد مش شيرد، كل يوزر هيكون يوزر نيم وباسورد. ده ال WPA2 انتربرايز، وعاده ال WPA2 انتربرايز بتأوثنتيكيت اليوزرز من حاجه اسمها راديو سيرفر او تكاكس سيرفر او من الاكتيف دايركتوري. خلاص، في الدوت 1 اكس، والدوت 1 اكس حاجه تانية خالص بقى، مختلفه عنهم كلهم. ده ممكن تعمل منها اوثنتيكيشن لليوزرز برضو، وعاده برضو بتاوثنتيكيت اليوزرز من الثلاثه. بس الدوت 1 اكس ممكن معاها تعمل حاجات ادفانسد شويتين كمان، زي ان انت مثلا تحط دايناميك اكسس كنترول ليستس على الاكسس بوينت بالنسبه لليوزرز اللي جايين لك دول. يعني انا مصطفى عملت كونكت، عمل لي اوثنتيكيت، يحط لي كمان اكسس كنترول ليست على الاكسس بوينت، يقول لك او على السويتش لو انا بكونكت فيزيكال، يقول لك الراجل اللي اسمه مصطفى ده اللي وصل البورت الفلاني من حقه يكونكت على كذا وعلى كذا وعلى كذا، بس مش من حقه يكونكت على الانترنت ولا على الشبكه بتاع داتا سنتر ولا على الشبكه بتاع البرينترز، والراجل اللي اسمه احمد ومحمد دول من حقهم يكونكتوا. فمع الدوت 1 اكس يعني ادفانسد شويه عن الباقيين كلهم، رغم انه ممكن تستخدم نفس الاوثنتيكيشن اللي فات. خلاص كده. طيب، الدوت 1 اكس بيستخدم شويه حاجات مصطلحات كده بلاش ندخل نفسنا فيها، زي الاوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن سيرفر، وزي الاوثنتيكيتور، وشويه حاجات كده خلينا بعيد عنها، يعني خلينا بعيد عن الوايرلس. ماشي، معلش اعذرني، مش عارف انا اصلا دخلت في السكه دي ليه، منك لام حماه عطلة يعني، ده عشان اقعد اشرح ممكن اقعد فيها 3 ساعات. طيب، ما علينا. فالمهم بيسالك بقى، انت شغال واي فاي، هتشتغل واي فاي ايه بقى بالظبط؟ ها، وايه الاي بي فيرجن 4؟ بيقول لك يو مي اديت ذا فولوينج سيتنجز كونكشن. خلاص، سيتنجز كونكشن، هايد الكونكشن يعني. اي بي في 4 كده، لا طيب هيلب بقى كده، تعالى هيلب، هات يا عم، هقول له كده ست، وهست مين؟ هست الاي بي فيرجن 4 بتاعه دوت ادرس، وليكن هسميه لي يا عم 192.168.0.1/24. بيقول لي عايز تخليها من مانيوال ميثود تو مانيوال، هقول له ايوه. خلاص، اكزت، كويت، عايز تكويت، ايوه. خلاص كده، بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن، شو الكونكشن اللي اسمه وور كده، شيفت بيج اب كده، لو انت لاحظت معايا
راح فين؟ لو انت لاحظت معايا هتلاقي في حاجه غلط. الاي بي ادرس ما اتغيرش رغم ان انت قلت له خليه هي واي فاي. انت عارف ده ليه؟ لان مفيش فيه عندك واي فاي انترفيس اصلا موجود. مفيش عندك واي فاي انترفيس، فهيغيره وخليه واي فاي ازاي؟ تاني انت اصلا مفيش عندك واي فاي انترفيس. يعني انت لو جيت هنا كده، تعالى كده ان ام سي ال اي كونكشن اد، طيب واي فاي خلاص، وهقول له كونكشن نيم سموه لي كده تيست. بص كده قال لك ايه الانترفيس نيم از ريكوايرد. شفت؟ فانت ما ينفعش تعمل بروفايل كده وتسيبه في الهواء. ما ينفعش تعمل بروفايل وتسيبه في الهواء. البروفايل بيتعمل بيتربط بانترفيس محدد. خليك فاكر الحكايه دي. تاني ما ينفعش تيجي تعمل بروفايل وتسيبه في الهواء. خلاص؟ فالبروفايل بتربطه بانترفيس محدد عندك. تمام كده؟ طيب كلام جميل. لو انت كان عندك بروفايل وحاولت تربطه بانترفيس مش موجود في الحقيقه، هيقول لك يلا يا ابني انا اتكل على الله، طب اتحرك معانا ولا ايه؟ مش هيابلاي الكونفجريشن ده. مش هيابلاي الكونفجريشن ده. وضحت الحته دي؟ ها؟ حد عنده اي مشكله؟ الحاجة اللي بعدها بقى عشان نخلص من الليلة دي، انت لما قعدت تحط اي بي ادرس وتحط له دي اتش سي بي وتحط له دي ان اس، كل الكلام ده هو الكلام ده كله بيتخزن فين؟ قال لك ملفات الكونفجريشن اللي بتتخزن لما تتعدل الكلام ده كله هتلاقيها موجودة في اي تي سي سيس كونفج نتورك سكريبتس. بص كده. خلالي كده ال اس اهو. بصوا لي كده، انا كنت عملت بروفايل اسمه ايه؟ اي اف كونفج هوم، او اسف عملت بروفايل اسمه هوم صح؟ وعملت بروفايل اسمه ورك صح؟ بصوا كده هتلاقي كل بروفايل اتعمل عندك اتحط قبله اي اف كونفج. اي اف كونفج معناها انترفيس كونفج. انترفيس كونفج. خلاص؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل. لس كده اي اف كونفج للبروفايل اللي اسمه هوم. بص كده ايه اللي اتحط جواه؟ هوم ده ايه اللي اتحط جواه؟ قال لك ده مربوط بالديفايس اللي اسمها اي ان او اون بوت بيس. طيب ايه كمان؟ اون بوت بيس معناها ايه؟ لما تشغل المكنه تبرنج الانترفيس ده، او اسف تبرنج البروفايل ده، ايوه، البوت بروتوكول بتاعه ايه؟ دي اتش سي بي، والتايب بتاعه ايه؟ ايثرنت. ماشي كده؟ ايه تاني؟ بريفيرد راوت او ديفولت راوت. ايوه، عارف ديفولت راوت هنا معناها ايه؟ معناها لو خد الجيت واي من الدي اتش سي بي سيرفر يخليها هي الديفولت راوت بتاعك. لو خد الجيت واي من الدي اتش سي بي سيرفر يخليها هي الجيت واي بتاعتك. يعني هي لو 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 الدي اتش سي بي قال له الجيت واي بتاعتك 192 168 104.5 هياخد 5 دي عشان يطلع لاي كونكشن. ماشي؟ طيب واسم البروفايل ايه؟ ها؟ نيم. النيم بتاعه هوم. طيب كلام جميل. بص لي كده على البروفايل الثاني اللي احنا عملناه اللي كان اسمه ورك. تعالى كده نعرضه من فوق الاول عشان يظهر عندنا. بص لي كده مربوط برضو بانهي ديفايس واسمه ايه؟ عندك كمان الديفولت راوت، ايوه، حاجه كمان نوعه ايه؟ ايثرنت. والبوت بروتوكول بتاعه ايه؟ نان. مفيش اي بروتوكول، ده انا مشغله مانيوال يا عم. بص كده الدي ان اس، الجيت واي ايه، والاي بي ادرس. بص اليو يو اي دي، قلت لك اليو اي دي ده رقم كده سيستم بيتعامل معاه. سيستم بيتعامل مع كل حاجه عن طريق مين؟ الاي دي بتاعها. فبرضه نفس الحكايه، البروفايل ده اللي السيستم بيتعامل معاه عن طريق مين؟ الاي دي بتاعه. طيب كلام جميل. الراجل بيسأل سؤال، هو ما ينفعش تعمل كرييت
الواي فاي من في ام وير، مش كل الكروت هتسمح لك تعمل حاجه زي كده. خلاص، ممكن تكونكت كروت واي فاي على في ام وير ويتعمل لها ديتكت ان هي كروت واي فاي على الفيرتشوال ماشينز لو انت جايب كروت محدده، والكروت دي غالبا بتكون جايه يو اس بي اكسترنال واي فاي يو اس بي زي الفا مثلا. انا عندي الفا موجود في الشنطه، عندي كارت اسمه الفا. خلاص، لما بكون بس كده بسكان واي فاي نتوركس ولا حاجه، او بجرب بعمل يعني اقول لك ايه، ادخل نفسي فيها ولا اسكت؟ ماشي، ما علينا. بص، اي واي فاي نتورك بعد ما بعمل لها امبلمنتيشن، اي واي فاي نتورك بعد ما بعمل لها امبلمنتيشن بحاول اعمل اتاك عليها واشوف هل سهل يحصل اتاك عليها ولا لا. بعمل الاخر بريتريشن تيستنج ليها بنفسي بعد ما بركبها. ماشي، فعشان اشغل نفسي وارتاح من حاجه زي كده بستخدم حاجه اسمها الفا واي فاي، او بستخدم كارد اسمه الفا. الفا ده هتلاقيه يو اس بي انترفيس بتجيبه كده تركبه في المكنه بتاعتك، وبتكونكته الفي ام وير زي كانك بتكونكت فلاشه بالظبط جوه الفيرتشوال ماشين. يعني بص عندي هنا كده ممكن تكونكت فلاشه، هنا بتكونكته ايه كفلاشه كده للمكنه، فبيظهر كانه كارت واي فاي عندك. فمش كل الكروت هتلاقيها سبورتد ان هي تعمل لها اتاتش فين؟ في في ام وير. بعض الكروت بس، بعض الكروت. ماشي، لما تخش في سكه البنتريشن تيستنج هتلاقي نفسك عرفت الكرودي تحديدا، اشهرهم بلا منازع هو الفا ده. خلاص، طيب، ها حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها، يبقى كده جربنا نعمل نتورك بروفايلز، جربنا نشغلها. ها حد عنده اي مشكله؟ شباب، الناس نامت صح؟ لا، وضحيتك الناس نامت. طيب ماشي، طيب نوقف الفيديو بقى كده.